والاضراب جا يعني من مورا واحد الاسبوع باش كنا راسلنا السيد رئيس الحكومة في موضوع المحروقات التي اصبحت تسبب يعني واحد الاكراهات كبيرة عند المهنيين وعند صفوف عامة الشعب المغربي. دونك حنا التنسيق النقابي الخماسي اللي درنا ديال المركزيات النقابية جاء بناء على يعني عدم تجاوب السيد رئيس الحكومة المطلب ديال المهنيين، واللي الآن أصبح مطلبا مهما وسنقف يعني إلى حدود التوصل بنتيجة في هذا الموضوع ديال المحروقات، لأن موضوع المحروقات حنا الحمد لله عندنا دراية به وفاهمينه، وفاهمين حتى الترتيبات ديالو كيفاش كيجي وكيفاش شنو هما الضرائب اللي عليه وشنو هما الامور اللي حنا عارفينها وما بغيناش ما كرهناش نعلنوا عليها في واحد اللقاء اللي يكون هو لقاء رسمي وندوي على المحروقات باش الشعب المغربي كله يعرف الموضوع ديال المحروقات ملي كيبدا وفي كيسالي. حنا المبرر ديال الاكراهات الدوليه حنا كمهنيين ما نقدروش نجاوبوا عليه، لان هذاك الامر بعيد عنا حنايا. حنا الامر اللي كيهمنا الان هو توقف هاد الشركات ديال المحروقات في هاد الزيادات الصاروخيه والمتفاحشه والغير مشروعه كاع، لان ملي كنقولوا هامش الربح ديال هاد الناس تضاعف ثلاثه المرات ولا اربعه. حنا في يعني خدمنا في كورونا وما كان عندنا دعم، خدمنا في عز يعني الازمه اللي كان خص المهنيين يحبسوا فيها، الناس خرجت تخدم ما كانش عندها مشكل. بغينا نعرفوا موضوع المحروقات الى اين، فين غادي يوصلنا، شنو هما يعني الاجراءات اللي من الحكومه من الواجب الحكومه انها تقدمها على وجه السرعه. جا مشكل الجفاف، خرجوا عند الفلاحه قالوا بان غيكون واحد الدعم ديال يعني دعم الفلاحه الصغار. دونك حنا بالنسبه لنا كشركات نقليه كنتسناو جوج الامور، يا اما هاد الشركات ديال البترول يتعاونوا مع المغاربه مادام كان عندهم واحد الهامش ديال الربح من 2015 وهما كيربحوا بزاف، هاد العام يربحوا شويه. دونك حنا المطلب ديالنا اللي هو مطلب ديال التنسيقيه كلها في خصوص موضوع الغازوال، وهو التسقيف اولا، نعرفوا راسنا من رجلينا فين غادي يمشي هاد الغازوال. نقولوا حنا كاع في ظل هاد الشيء اللي ما يقع في العالم الان، حنا كنتسناو ان هاد الاضراب ديال 7 مارس، لانه هو اضراب يعني مشروع وغتكون فيه تبعات على الحكومه وتبعات على المواطن المغربي. حنا فاتحين باب الحوار الا كان شي حوار جد ومسؤول من السيد رئيس الحكومه، لان شنا البارح هو البارح السيد وزير النقل اصبح يعني يمكن كينوب مقام السيد رئيس الحكومه في موضوع المقاولات النقليه. حنا التنسيق ديالنا راه تنسيق يعني ملتزم بالامور اللي اتفقنا عليها. موضوع هو موضوع واحد، ماشي بزاف ديال المواضيع باش نقولوا حقا غادي يكونوا بزاف ديال المتداخلين. حنا الامر ديال المحروقات بيد وزير بيد رئيس الحكومه، وبغينا جواب مقنع من عنده على اساس اننا يا اما نرفعوا الاضراب يا اما نواصلوا في يعني في تحقيق هذوك المكاسب، لان واقفين الاسبوع الجاي لمده 72 ساعه قابله للتمديد، والمهنيين راهم كيتسناو. حنا بالعكس، حنا شي موضوع المحروقات وموضوع الغازوال الى تحقق فيه المكسب ديال التسقيف وتحقق فيه، لما لا نرجعوا حتى لصندوق المقاصه، لان هذا الشيء اللي كنعيشوا حنا راه خطير وخطير للغايه. نطلبوا من السيد رئيس الحكومه يتعاون معنا، لان حنا ما عندناش فين نزيدوا. حنا بالعكس الاضراب اليوم زعما الاثنين الجاي اللي كان ديال ثلاث ايام راه ماشي ضد في الشعب المغربي وضد في الفئه الهشه، بالعكس راه الا تحقق هذاك المطلب ديال التسقيف راه غادي يتحقق على جميع الناس. يعني من طنجه للقويره غادي يبداو الناس عارفين بان كاين تسقيف في ماده المحروقات، وبان الدوله المغربيه مساهمه بشكل يعني صريح ونزيه، و يعني
بما يكن لها من امكانيات، لان دابا ولينا كنتشكاو صندوق التقاعد قالوا في 2024 راه ما غيبقاوش فيه الفلوس، دونك خصنا نجبدوا الفلوس باش نخلصوا. دونك هذه ما نقولش يعني امور اللي حنا في غنى عنها. ونشوف المناوشات، حنا في دولة الحق والقانون، والإضراب كيبقى حق مشروع، والمهنيين راهم عارفين ما لهم ولا ما عليهم. نهار 7 الكل سيلتزموا، لان كنقول ملي كنقولوا اضراب عام وطني، حنا غادي نوضوا اللوبيات، وغادي نوضوا المفسدين، وغادي نوضوا الناس اللي ما باغينش هادشي. مي حنا الرساله ديالنا واضحه للمهنيين. اجتمعنا الاسبوع الفارط، درنا مراسله للسيد رئيس الحكومه، جمدنا زعما القواعد، قلنا لهم ودي تكون واحد شويه ديال المرونه ونتسناو. الناس خارجه تقريبا في جميع المدن موجده راسها للاضراب. حنا دابا التعبئه هي تعبئه شامله، والحيتيات ديال الاضراب مازال ستناقش مع الاخوان في التنسيقيه، وعندنا يعني الاماكن اللي غادي نكونوا فيها في المغرب كامل. هذاك كيبقى كيستيون ديال معطيات اللي غادي تجي من بعد. حنا ما غاديش نوقفوا الناس بزز، لان لو وقف مثلا غير مواطن عنده طوموبيل، واش غادي تقول ليه علاش وقفتي على المحروقات؟ وقف مثلا واحد عنده سوا ديزون شركه فيها ديليفر، ولا مثلا الناس اللي عندهم طوموبيلات كاع مثلا، الا بغاو يوقفوا معنا واش غادي نمنعهم؟ الغلاء ديال المحروقات راه اصبح يلهب يعني جيوب المغاربه قاطبة، لأن كاينين الإخوان ديالنا اللي المعارف ديالنا والأصدقاء ديالنا كيسولونا إلى أين هاد الغازوال هذا؟ راه حنا مابقيناش قادين. السيد كيدير 200 درهم في طوموبيلته، ما كتديش ليه حتى يومين. الناس ولات كتحط طوموبيلات وكتمشي في ترونسبور كومان. يعني كاينين أمور اللي هي كبيرة. حنا ما من هاد المنبر ديالكم كنقولوا السيد رئيس الحكومة، راه ما كاينش محسن من الحوار، وما كاينش محسن من انسان يحط النقاط على الحروف. موضوع المحروقات حنا فاهمينه، كاينين امور اللي تقدر تعطيهم للمهنيين ويمشيو يخدموا الشعب المغربي، لان حنا خدام الشعب المغربي. حنا ناس اللي بالشاحنات ديالنا وبالمقاولات النقليه ديالنا كيوصل الدقيق، يوصل الزيت، يوصل السكر الى ابعد نقطه في المغرب. فما بالك ان هذه الحكومه تجاهل هذه الامور، هي غير مقبوله. خرجتنا دابا للشارع، وما نبغيوش يكونوا التبعات على المواطن المغربي. شكرا.